بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን የአላህ ሰላም ረህራሄ በረከቱ ከእናንተ ጋር ይሁን ይልኩኝ ረመዳን በአላህ ፍቃድ ሰባተኛ ቀናችንን ይዘናል ኢንሻአላህ ረመዳን እንግዲህ ሰባት ቀኖችን ዛሬ የጾምን እንገኛለን ሰባተኛ ቀናችን ነው ረመዳን እንዴት ይዛችሁታል እንዴት ያዛችሁ ከረመዳን ያረጋችሁት ያለው ጅሁዴቱን ያክል ነው እና ረመዳን ላይ ያላችሁ ብርታትስ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው የሚለውን ኢንሻአላህ ይለቱ የመጀመሪያ የመግቢያ ንግግሬ ነው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ እንግዲህ ሪሳለቱና في رمضان የረመዳን መልእክታችን ወይም የረመዳን ደብዳቤያችን የሚለው መልእክት ኢንሻአላህ ዛሬ ከኡስታዝ አብዱል ለጢፍ ጋር አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ዛሬም ሰባተኛው ሪሳላችን ወይም ሰባተኛው ደብዳቤያችን እናንተ የሚደርስ ይሆናል በአላህ ፍቃድ የዛሬው ሪሳላችን የሚሆነው እቅራ ኪታብ አላህ የአላህን መጽሐፍ አንብብ የሚል ሪሳላ ነው ያለን ኢንሻአላህ ከዚህ ሪሳላ ጋር ወይም ከዚህ መልእክት ጋር ከኡስታዝ ጋር አብረን ነው የምንቆየው ኢንሻአላህ ፕሮግራሙ የጣፈጠና ያማረ እንዲሆን በአላህ ፍቃድ ተስፋ አደርጋለሁ ኡስታዝ እንኳን ደህና መጣ እንኳን በሰላም ቆያችሁ ይዘከላም ኸይራ ባረከላሁ ፊክ እንግዲህ ዛሬ ሪሳላችን እንግዲህ አልሐምዱሊላህ 6 ሪሳላዎችን አሳልፈናል 6 ዋና ዋና መልእክቶችን በአላህ ፍቃድ አሳልፈናል ዛሬ 7ኛው መልእክት ላይ ነው የሚገኘው ወደ 7ኛው መልእክት እንግዲህ እንግዳ ተጋብዘህ በመንጣት በጣም አመሰግናለሁ እስኪ እንግዲህ 7ኛ መልእክታችንን ከታላቁ እንግዳችን ረመዳን ጋር ለተመልካቾቻችን አድርሳቸው ኢንሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان شاء الله تعالى يا الله فقرك هنا لتملكاتوچاچن زاري مننا درسو የ7ኛው መልእክታችን اقرا كتاب الله يمين له رمضان الرستن لنا رمضان شهر القران የቁርአን ወር ነው ረመዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሶስት ነው ቁርአንን ያወረደው ምናልባት ተፍሲሩን እንመጣበታለን ከረመዳን ጋር ብዙ ተሰስራለው ማለት ነው ያሳያል አላህ ረመዳንን መርጦ ለቁርአን ረመዳንን መርጦ ለረመዳን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን መርጦ رمضان الرست قراننا الله سبحانه وتعالى وردوتالنا لنيام ليلوچم تملكاتوچاچن يزاريو ملكتاچن اقرا كتاب الله يمين جزاك الله خيرا استاذ حقيقه اقرا كتاب الله يا اللهن مصحف انب بيميلو انغدي انديميتاوقو لذي امه تلقو غارانتاچن تلقو ينيا يزي امه حلافينتي وسدي الله سبحانه وتعالى تلق مصحف يتسطن قران نو እስኪ ብዙ ነጥቦችን እናያለን በዚህ ስር ከዚያ ጋር ግን አላቀቱሁ ማ شهر رمضان የቁርአን አላቃ ወይም የቁርአንና የረመዳን ተስስር ምን ይመስላል ረመዳንና ቁርአን አላቃው ምንድነው ለሚለው ጥያቄ الله سبحانه وتعالى ቁርአንን በረመዳን ወር ውስጥ ነው ያወረደው ይሄንንም በቁርአኑ በሱረ البقره ላይ الله سبحانه وتعالى ገልጾታል በነገራችን ላይ رمضان يميلو قال بالقران است عند غزي بتشان يتتقسوا يام دغمو الله سبحانه وتعالى حينما ذكر نزول القران فيه قران بسوست موردون بتتقسى غزي نو مناله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان علنا الى اخر الايه بزي ايه است الله سبحانه وتعالى عند جلصلن رمضان ور است نو قران يوردو شهر رمضان يا اي رمضان ور الذي انزل فيه القران قران يوردبت نونا ويم دغمو يا قران يوردبت رمضان ور معناته لذلك لسوج هادي ويمري هنا لسوج تككلنيا منجدن يمياساي قرانن الله برمضان ور وسط اوردوتال ايهنن نزول علماوچ يتلايو استياتم ستتوال القران المورد في رمضان ورمضان الوسط مورده ليت هل هو نزول القران من
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مثلا، قرآن كلوح المحفوظ ودى سماء الدنيا ورده كزيابه على ودى نبي عليه الصلاة والسلام مناسبة ناجز يونية أبكى ورده يميل علماء وشاله أبزهن يوتو علماء وشاله. وكذلك عندنا علماء وشم دقمو كقدمت علماء وشم مالو مثلا كتابعيوش ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه ناليلو وشم علماء وشم دميلوت بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان. قرآن مجمّر يا سيورت يا مورد مجمّر مثلا سورة العلاق مالتنا سورة العلاق يوردو بالنبي عليه الصلاة والسلام برمضان وروست هنا ونو إهنن تحليل سيادرقوا العلماء أنديتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحي سيدرق الله تشونا النبي هنود نبي هنود وحي سيدرق الله تشونا لمسالي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يميلوا علماء وشارلوا أرلاني كذاب فيت بخاري رحمة الله عليه وزقبوا الحديث مجمري حديثات شو باب بدء الوحي ما لتم يولد تنيا حديثات شو كان تنبه هلا إنما الأعمال بالنية ميلون كامت أبو هلا بدء الوحي سلزاس ياورو نبي عليه الصلاة والسلام عائشة دمت له كان يرى رؤيا نبي عليه الصلاة والسلام هل ميا ينبر وقالت لا يرى رؤيانا لك عندن هل ما يملكتم النبي عليه الصلاة والسلام إلا جاءت مثل فلق الصبح اندقوه نقات قلس بقلس هنو اون هنا يا أيوة تنبر النبي عليه الصلاة والسلام والمنام منام دقمو تروك هنا كان نبوة كرنجاف هندونه منام مالتنا من الوحي سلزيه رؤيا الأنبياء من الوحي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كوحينا من كتر إهنن سدستور ويوبت نبي عليه الصلاة والسلام سدست ورسلنا المثلة نبي عليه الصلاة والسلام نبينا تاتشو بربيع الأول ورنر له بربيع الأول سنو ربيع الأول ربيع الثاني جمد الأولى جمد الثاني رجب شعبان سدست ور مالته سدست ور نبي عليه الصلاة والسلام ودن نرسو يميمات وبلليت يمايو هلماتشو نيايو قلس هونو ياغنيو تلبة أكبر يزانو قزي نبي هنا النبي عليه الصلاة والسلام كذيابها لا دقمو شفاعة القرآن ودن السوم سيمة برمضان الروست ميلال نبي عليه الصلاة والسلام سنوك أن سلم يسؤوم تتأيكو رسول من دنو سنوك أن يسؤوم تسيبالو ذاك يوم ولدت فيه يا أني يتولد كبتك أنا ما مسلم رحمة الله عليه زقبت حديثنا ويوم أرسل إلي أو أنزل إلي فيه قرآن يورد ابني بزاك أنه بلو نبي عليه الصلاة والسلام تنقر انجدي كزاك أن قرم أقنانية تحتون نبي عليه الصلاة والسلام صفي الرحمن رحمة الله عليه نبي عليه الصلاة والسلام سنوك أن قرآن كورد الله تشو يهمالت برمضان ورست حسابات رقو مالتنا تحقيق هذا الرقوب هلا بهايا أن دنوك أنه بن رسولي قرآن يوردو يهمالت برمضان بعشر الأواخر يمجمّر يوك اللي الله سبحانه وتعالى قرآن بن رسولي أوردو المالتن ياسايا اللي أن إهن تحقيق بمنا قروق زي مثلا أن العلماء نبي عليه الصلاة والسلام لي قرآن يوردو بسباتن يوك أنه وإن باسفا سباتن يو باسفا سمنتن يو يمي العلماء وشالو نقرقن نزيهن حسابوش كحسابوش قار أقنان توقاسبو بهالا سنوك أنه يميلون دمدموبت رحمة الله عليه بكذي بفيت باس هلفنا تشونتن بروغرامو تشوست اندوست تكسن يتكسن يمسلني ياندندو سما يهونو مصحافوج برمضان روست اندوردو لمثال يتتقسوت معناتنا صحف ابراهيم تورات انجيل النزي هنا ليلوت قرانم امام احمد رحمه الله عليه بزغبوت حديث وست برمضان روست اندوردو نو ازا لاي 24ኛው قال لاي اندوردو مياساجه والله اعلم ان على كل حال قران يقران نزول كرمضان قار بزوت السسر اللو على قال لهم جزاك الله خيرا بحقيقة انتو لوم لي قرآن آيات المسلم الملكت يا رمضان عندو تلك وكبر رمضان عندو رمضان تبلو تلك فديلة اللو مكنات يا قرآن بوسط مورد مي مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن يوردبت وري الله تلاك وملكت يوردبت ور كما هون وانسار
ስለዚህኛ ተመልካቾቻችንም እኛም በሐቂቃ ረመዳንና ቁርአን ትልቅ አላጋ አላቸው። ቁርአን የወረደው የሰው ልጆችን ቀልብ ቻርጅ ለማድረግ የሰው ልጆችን ቀልብ ለማስተካከልና ዱንያውም አኺራዊም ህይወታቸውን ለማስተካከል ስለሆነ ረመዳን ላይ ነፍስያ ለዘብ ትላለች። በዚያ ላይ ደግሞ ቁርአንም ከጨመርንበት ትልቅ አላቃ ያለው ለውጥም እናመጣለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ኸይር ኡስታዝ፣ እስኪ አላቃውም ወይም የረመዳንና የቁርአን ተሰሰረነት በጣም ከደምና ከስጋ ወይም ከሩህ የበለጠ ግንኙነት አለው አንድ አካል ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ እስኪ ባዕዱ አውሳፊህ ቢልቁርአን፣ በቁርአን ውስጥ ያሉት ስለ ቁርአን በቁርአን ውስጥ የተተነተኑ አንዳንድ የቁርአን ባህሪያቶች የቁርአን ሁኔታዎች አሉ። እነዛ እንመልከታቸው እስኪ ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ የግድ የቁርአን ሪሳለቱ ሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢለይና፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደኛ የመጣው ሪሳላ ነው። የግድ ሰዎች ማወቅ አለባቸው ከስሙ ከባህሪው ከገረዱ ለምንድነው የወረደው የሚለው እነዚህን ነገራቶች የግድ ሁላችንም ማወቅ ወሳኝ ነው። ከረመዳን ጋር ያለው አላቃ የሚለውን ስናነሳ አንድ ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይ የሱረቱ ዩሱፍ ላይ ያለችውን አያ መግቢያ ላይ ያለችውን አያ ሲፈሰው የተናገሩትን ነገር አስታውሱ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአንን በአረበኛ ቋንቋ ነው ያወረደው። ምናሉ? በተመረጠ የአረበኛ ቋንቋ በተመረጠው ወር ውስጥ በተመረጡ ፍጡር ላይ በተመረጠ መላእክት አማካኝነት በተመረጠ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ ይላል። ይሄ እንግዲህ ቁርአን ከየትኛውም መጽሐፍ በላይ የተቀደሰ መጽሐፍ ነው። ከየትኛውም መጽሐፍ በላይ ትልቅ ቦታ ያለው ነው። ዘማናን ወመካናን والمرسل اليه يتلاكبت غيزيون بنملكت بوتاون بنملكت يتلاكبت الملكتون لمدرس يمطاون يوردبتن بوتا نزي يتكبروا ناتشو كلهم الله زن معناتنا منا القران بوتا يسيال اندي هينتون قران دغمو قدم اندالكو يجد وصفون ماوك يجدنا ميهون بحريون هنيتاون بحريون هنيتاون ماوك يجدنا ما نص القران بالقران است يتلقسوا كلهم ماوك جدتان بزو غيزي قرانن قرتنا بزو غيزي قراننا انببنا ቁርአን ማለት ምንድነው የሚለው ነገር ስናነሳ እንደገና የቁርአን ፍቅራችን ጨምሮ እንድናልብ ያግዘናልና ስለዚህ ወደ ወስፉ መግባት ይገድ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ቁርአን ብሎ ሰየመውታል። እነሆ ለቁርአኑን ከሪም በማለት ቁርአን ብሎ ሰየመውታል። ቁርአንን አልፉርቃን ብሎ አላህ ሰየመውታል። ተባረከ الذي نزل الفرقان على عبده በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰየመውታል። تمزيل ويم التمزيل من سيام الله تمزيل لانه منزل من الباء من عند الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى زند يورد بمهونه التمزيل تبلو يتقرا القران وكذلك من وصفه النزيه لا يسموش ناتشو الفرقان القران التمزيل ان ليلوچم سموچ علوت من ناحيه الوصف سناي كنزي سموچم دغمو يمنوسدو صفات الله صفات الله معناتنا ለምሳሌ ቁርአን ካለን ሱም የቁርአን ለአንሁ ኪታቡን መቅሩ ሲፋው ምንነበብ መጽሐፍ ነው። ያኺ አንድ መጽሐፍ አለ አንድ ስታነበው እሺ አዲስ ነገር ስለሆነ ታነባለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ታነባለህ። ምናልባት የማንበብ ስሜት ከሌሎቹ አምጻር የሚጨምር ሲሆን ማለት ነው። ሶስተኛ ካነበብክ እንዳንተ አንባብ ይላል። ነገር ግን ቁርአን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሰዎች ያነበቡት ነው። እንደ ቁርአን على ظهر الارض يتنبب مصحف يله እንደ ቁርአን يتنبب مصحف ለዛ ነው ቁርአን ያንን ባህሪ ይሰጣል። ቁርአን የሚለው ሲያም ይራሱ كذلك تمزيل የሚለው منزل መሆኑን ነው የሚያሳየው። ፍርቃን የሚለው ደግሞ انه يفرق بين الحق والباطل حقنا باطلون يميلين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تمزيل من حكيم حميد يميلنا كلينوچ وصفوچ دغمو رحمان والقران شهر الرحمه ورستنا لنا قران راسه رحمان الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه بلوت على الله سبحانه وتعالى شفاء نو عند وصف مدهانيت نم يهونو وكذلك شفاء نو شفاء مالت الرحمن ورحمة مالت ازنت مالت لا ازنتنا يمتعو ودا ازنتنا يمتعرى لسووج كمازن امسان سووج تازنو اللاتشو جنتنا ديقبو
መልእክት ነው ይዞ የመጣው ቁርአን ማለት ነው እና ራህማ ነው አወለም ይክፊሂም ኢላልኩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሰዎች አያትን ሲጠይቁ ብዙ ተአምራቶችን ሲጠይቁ በእነርሱ ላይ የሚነበበውን ቁርአን በሱረቱል አንከቡት 51ኛው አያ ላይ በእነርሱ ላይ የሚነበበውን ቁርአን እኛ ማውረዳችን ብቻ በቂያቸው አይደለም እንዴ ይላል በርግጥም ከበቂም በላይ ነው ቁርአን መውረዱ በእኛ ላይ የቁርአን ማንነት መረዳታችን ማለት ነው ወከዛ ለክ ሽፋአ ተብሏል موعظه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ብዙ ወስዎችን ይዘለቻ አንደኛ መውዒዛ ነው ምክር ነው መካሪ ገሳጭ ነው ወከዛሊክ ረህመተ ሽፋ አድርጎታል ወሁደን እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሚመሩበት መሪ አድርጎታል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اي هذين እነዚያን ፈራህያኖችን የሚመራ ወደ ቀጥተኛው መንገድ የሚመራ ነው በማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገልጾታልና على كل حال اوصافه በጣም ሰፊ ነው جزاك الله خير حقيقة أوصاف القرآن في القرآن يقرآن صفات وبحري وتنتاني وچن اندو قرآن يقران كذاو كقرآن لا اندو اندو مكمس يشلال بزي تشاجر ساعات ما نجرسو حقيقة يقرآنن بنيا اندبت تناغرو ما يلكم بتشا لما ملكات ياكل يزين الكلنا ان شاء الله انغري يقرآنن ማንነት ከራሱ ከቁርአን ገብተን በማንበብ በተለይም በዚህ ወር መጠናከር አለብን ቁርአን ላይ ኢንሻአላህ خير እንግዲህ ቁርአን ሲፈቱን ከገለጽ መቼም ቁርአን ለሰው ልጆች ጋይዳንስ ነው መሪ ነው ሁደን ነው ብለናል ሰው ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ለሰው ልጅ ማኑዋል ነው ቁርአን የመጣው ልክ አንድ ቴፕ ተሰርቶ ወይም ቴሌቪዥን ተሰርቶ አብሮ ማኑዋል እንደዚህ ወረቀት ይደረግበታል ይሄን የምትነካው ይጫወታል ይሄን የምትነካው ያቆማል የሚል ማኑዋል ነው ለሰው ልጆችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማራጭ የለላቸውን መፍትሄ ከዚህ ውጭ የለላቸውን ብቻኛውን ቁርአን የሰው ልጅን ህይወት ማስተካከለያ ቁርአንን ሰጥቷል ይሄ ቁርአን በአግባቡ ከተጫወተንበት በአግባቡ ያጫወተናል ይመረናል አላግባቡ ካስቆምነው አላግባቡ ከተጫወተንበት ደግሞ ህይወታችን ያለ አማራር ያለ ማኔጅመንት ኡሚዳል ቀር ስለሚችል በቁርአን ልንመራ ይገባናል ቁርአንን ልንጠቀምበት ይገባል ባህሪው ልናውቅ ይገባል ነው ኢንሻአላህ መልእክታችን ኡስታዝ ከዚህ ጋር አብረን ማየት የሚገባን አንድ ነገር አለ እንደው ለማስተዋወስ ያክል ما هو فضل تلاوه القران የቁርአን ንባብ ትርፉ ወይም አላህ ዘንድ የሚያስገኘው አጅር የቱን ያክል ነው የቁርአን فضل ቁርአንን ቀደም ወስፉን سنتቀስ ማለት ነው ቁርአን فارق بين الحق والباطل حقنا باطلا يميلي ነው ቁርአን ለራህመት ነው የመጣው ቁርአን ለሽፋእ ነው የመጣው ቁርአን ለሰዎች መገሰጫ መመከሪያ ነው ይሄ ራሱ ፈضل ነው እነዚህ ነገራቶች እንደው ቁርአን ስታነብ አጅራ ታገኝም እንዳ ታገኝም ቢባል والله ራሱ ብቻ በቂ ነው ቁርአንን አንድ ሰው ህይወቱን መቀየር ከፈለገ فعليه بقراءه القران ቁርአንን ያነባል ከዛ በኋላ የራሱን መንሐጅ አካሂዱን ቁርአን ላይ ያነጻጸረ ያየ ራሱ ማለት ነው በቁርአን የሚመራ ሰው ማለት ነው በነገግራ ኡስታዝ ቁርአን አንድ ጊዜ አካሂዱን ሐቂቀተን እንደው ሁላችንም አላህ ይወፍቀን ቁርአን አንድ ጊዜ የሰው ልጆችን ቀልብ አመሮ በመጀመሪያ አካሂዱ ታሪኮችን በማንሳት ከኛ ታሪክ ጋር ያያዘ ያጥበዋል ያለውን ቆሻሻ መጀመሪያ ያጥብ ብሎ የሚያደርገው ካጠበ በኋላ ንጹሁን አንጥቶ እንደገና ያስቀምጥበታል ሐቂቀ ቁርአን በትክክል ብንከታተለው والله شفاء ለሰው ልጆች ቀልብ ለሰው ልጆች አንደበት አሻሪ እንደ ቁርአን የለም ሐቂቀተ አላህ ይወፈቀው ቁርአንን ተፈኩር የማድረግ አላህ ቢወፍቀን ቁርአን በራሱ ሽፋ ነው እና እንዳልከው ይሄ ብቻ በቅ ነው ዛሬ በአለም ላይ ሳይኮሎጂ ሰዎች ቀልባቸውን ለማረጋጋት እኮ ስንት ሐኪም ቤት ነው ያለው ስንቶች መስተሽፋዎች ተከፍተዋል ስንት ሆስፒታሎች ተከፍተዋል ሽፋ ነው አንዱ ትልቁ ይሄን ማገኘት ራሱ ትልቅ ፈድል ነው እችነጥ ላንሳብየ ነው ኢንሻአላህ ሰዎች ከዚህ በቀር የቁርአንን ትሩፋት ባይፈልጉና ቁርአንን ቢያነቡ በቂያቸው ነው ነገር ግን ማዛሊك ستارب باجر الله على الله سبحانه وتعالى سبحان الله يا اخي كتاب هذا مكانته ይህ كتاب የዚህ አይነት ቦታ ያለው መጽሐፍ حجر مدرጋለበት የለበት ሰዎችም ደግሞ የግድ ማንበብ አለባቸው በማለትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ሀጅር ከመድረክ ከልክሎታል ምናልባት ልመጣበት እንችላለን ጊዜው ካለ ወደ ቁርአን ፈضل ሰነመጣ
ራህማ የምንለው ሽፋ የምንለው ሁሉም ፈድሉ ሆኖ ሳለ ነገር ግን بقدر تلاوتك لكتاب الله تنال الاجر من الله سبحان الله ይሄንን ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጽሐፍ በማንበብ ልክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ አጅር ታገኛለህ በጀነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ይገባላታል ቁርአንን የሚያነብሰው ብዙ ትርፋቶችን እንደሚያገኝ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩአል ሷሂህ በሆነ ሐዲሳቸው ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ በዘገቡት ሐዲስ ውስጥ من قرأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انما يدلم يتناقرون بوحي تدقفوا يمناقرون نبينا صلى الله عليه وسلم نسوني استباب لسو كم نتي وطا نبي عليه الصلاة والسلام يقرآن كبر سيناقروا من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسن عندن فيدل عندن فيدل كالله سبحانه وتعالى مصحف ينبب سو حسنا علچو والحسنه بعشر امثالها لندم النبي عليه الصلاه والسلام عند حسن عند حسنه بيچ ادلچم 10 اطف يسوان بيطيوچن ليلان 10 يزا نو متمت عند سو عند حرف كانببه 10 اجر ياغنيال معنات من ياكل عند سو عند صف على اكل عند صف حبي قرا معنات سبحان الله كراساتن گمت وچن ميهون ان من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه باشر امثالها النبي عليه الصلاه والسلام قالوا بسوچ لاي كما نساساتاتهم يتنسى لا اقول سوچن كما نساساتاتهم يتنسى منالو لا اقول الف لام ميم حرف انزي قالاتوچ مثلا سوره البقره سكبت الف لام ميم يميلو انت اغنياله ايه عند فيدل نو عللم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله ولكن الف حرف نجر جن الف راسون يشال حرفنا في دلنا لام راسون يشال في دلنا ميم راسون يشال في دلنا سبحان الله سوچ بزون نجر اضاعه ادرغنا المالتنا تلك يونه يا اجر كمچتوچن اباكنن المالتنا لا اقول الف لام ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف قالت النبي عليه الصلاه والسلام ስለዚህ عند سو قرانن يانببا ሲመጣ ያንዳንዷ ፊደል ላይ ቁርአንም ሲያነብ አጅር ያገኛል 10 ሐሰና ያገኛል 10 ሐሰና ያገኛል 10 ሐሰና አንድ ሰው አሊፍ ላም ሚም በማለቱ ብቻ 3 عفوا 30 ሐሰናዎችን አግኝቷል አሊፍ ላም ሚም በማለቱ ብቻ فكيف اذا قرأ البقرة مثلا سورة البقرة بيقراس يوميا عند جزء بيقرا ويم ደግሞ رمضان الرستن ያለው 5 5 جزء بيقرا 10 10 جزء بيقرا ايه ده يا اخي رمضان بتقام يميليهو نو مله ايه اتقالاي عموما نو بتقلو نو يتنغرو قران بشعبان روست بتقراو ويم بشوال ويم بليلوچ وراتوچ روست بتقراو كرمضان وچ انكون بيهون 10 حسنه نو متاغنيو باند فيدل معناتنا فكيف اذا كان ذلك في شهر تضاعف فيه الحسنات ايه ده ملكام سراوچ منداچو كفي ملبت ور وسط كهونه دغمو كزيا بلاينا الله يمسطه مال سبحانه ان رمضان ور وسط قرانن مقرات اندليلا ور وسط قرانن مقرات አይደለም ማለት ፈልጌ ነው ትልቅ ደረጃ ትልቅ ትሩፋቶች አሉት ብዙም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩ ሐዲሶች አሉ ከነዚህ ሐዲሶች አሁንም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን ስለሚቀራ ሰው ምንዳው يقال لقارئ القران يوم القيامه قرآن لم ينبسه ولم يقرأ سوى يبالل اقرأ أنبب وارتقي وطع يبالل جنتك درجة له ولا لا يلم يوطع لك جهنم ولا تحشن دم يورر مالتنا نا جنت يقرأ لسوى يوطع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ينتبوتا مجرش هاي متانبات أنكاس لاينج بما لات الله سبحانه نبي عليه الصلاة والسلام تناقر ونا قرآن تلك أجر الله تلك من دال له الله سبحانه وتعالى هو الله شن الوفق آمين جزاك الله خيرا أستاذ فضل القرآن ننك أنت لبتا لهم يبع الله فقاك يزاري وقن سأفاتشين سلال بكان يزاري وملكتاتشين زهن صرفونا በቀጣይ መልእክታችን ጋር ብረን የምናየውንም ነው ኢንሻአላህ ወድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ኢንሻአላህ እቅራ ኪታብላህ የሚለው ነሪሳላችንን ያላህን መጽሐፍ አንብብ የሚለው መልእክታችን ለዛሬው እዚ ላይ እንቋይጨዋለን ከሰዓት አንጻር
ለዛሬው ግን የምናስተላልፍላችሁ ትልቁ መልእክታችን እናንተም ሆናችሁ ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን የአላህን መጽሐፍ ለማንበብ ትልቅ ጥረት አድርጉ። የአላህን መጽሐፍ ያላነበበ ሰው ወይም የአላህ መጽሐፍ ያልገባበት ቤቶችን በሙሉ ለማጥፋት ቤቶቹን እያንዳንዳቸውን ቁርአን ለማስገባት ጥረት እናድርግ ነው የምንለው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወሰላሙ አለይኩም።